وعنه به قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ، أم هانئ أخت سيدنا علي بن أبي طالب راوية الحديث قبل السابق بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذا ضفائر أربع، وكان ذلك في حجة الوداع. في الحديث السابق قالت في أربع غدائر، والغديرة هي الضفيرة، فالمعنى واحد. ثم ننتقل إلى باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الشعر طويل يحتاج إلى رعاية وعناية وخدمة من تصفيف ودهان وغير ذلك، ولذا ندخل في باب العناية بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعتني بشعره صلى الله عليه وسلم. فجاء بباب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والترجل والترجيل والتسريح بمعنى واحد. وعنه به قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب المشهور، عن هشام بن عروة عن أبيه، أبيه له عروة بن الزبير، عن عائشة خالته وأم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حائض. انظر كيف تقول سيدتنا عائشة: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، لأن اليهود كانوا نشروا ثقافة أن المرأة إذا كانت حائض لا تؤكل ولا تعاشر ولا تستخدم في البيت، بل تمكث في مكان بعيد فترة حيضها فلا تتناول شيء. فجاء الإسلام وغير هذا الأسلوب وهذه المعاملة، فبينت سيدتنا عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستخدم زوجاته بإذنهم وبرضاهم، وفي هذا استحباب خدمة المرأة لزوجها برضاها، وأنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تسرحه له في حال كونها حائض رضي الله عنها، على خلاف ما أشاع اليهود من أحكام يدعون أنها في توراتهم. والله تعالى أعلى وأعلم.